تعرف التطوير بتاع العمل الاعلامي بتاع مغرب افريقيا هي من الحاجات الاولانيه اللي انا سعيت باش نحطو بلاس هي تطوير وسائل الاتصال. سيت اوفيسيال جديد تاع مغرب افريقيا يدخل في الاطار هذايا. سيت اوفيسيال جديد دونك عملناه قعدنا فيه برشا. علاش؟ خاطر لو كونتوني تاع مغرب افريقيا خلينا نقولو في وسطو. جبنا دي ديفلوبور الحق ما عملناش مشروع جبنا دي ديفلوبور في بيست صغار اللي قعدنا نتبعو قعدنا نقولو لهم مشيو نشوفو قلنا باش يكون سيف في كل شيء معناتها توت لي سكيورتي بالكلوب الفروع الكل تصوروا معناتها شوفيه بروفيسيونيل فيها كل ديناميك فيها معناتها اخر اكثر حاجات متطوره بتاع ديفلوبمون دو سيكيورتي معاها كونو باش تحط دوك البوتي فاميلي اللي يطلعوا منهم فيه فمن جوست جا شوية إجراءات إدارية باش تحط فيها علينا وكهو دوك نعتبركم بكل تواضع اللي هو خلاف اللي هو باش يكون أحسن موقع رسمي تاع الجمعية الرياضية في تونس باش يكون أحسن موقع رسمي تاع الجمعية الرياضية في أفريقيا وفي العالم العربي هذايا بكل تواضع وقدر وتزيد زيادة باش يكون أحسن موقع رياضي في تونس وإن شاء الله باش يبدل الصورة تاع العالم في تونس. احنا على المشروع نتاع المجازين نتاع معناتها المشروع الورقي في افريقيا فاش قلنا دونك باش نعملوا مجازين فرنسي مش مره في الشهر كونتيتي مش كبيره وباش نعملوا جريده اسبوعي بالعربي بعدين ان شاء الله يشوف اول نيميرو ان شاء الله تاع المجازين يكون في شهر مارس ان شاء الله اول نيميرو تاع الجريده يكون في جوان خلاف هذايا دونك كيف الويب تي في عملنا ميناجمون تاع ستوديو في حديقه الغابات هو كان موجود من قبل عام 2009 لكن وقف احنا لقيناه مهمل فعاودنا جهزناه وعاودنا نظفناه وعاودنا نبناه وحطينا الناس اللي لازم نتعاملوا عليه وباش نتعاملوا مع الفاد برودكسيون باش تحاول هي تعمل لنا دي برودوي معناتها تاع كل افريكان وهذا كل واحد باش يبدل العروض باش يبدل الصوره معناتها اون انونسي ان شونجمون في الايماج تاع الافريقي اثنين باش يولي كل شيء اوبيغاتوارمون سنتراليزي في لي زوتي دو كوميونيكاسيون هذايا وثلاثه سيرت اهم حاجه هو باش المورد تاع مداخيل برا مدير افريقيا نجم يدخل لك في العام معناتها مبلغ لا باس به نجم يعاون خزينه تاع النادي ويخلص كل شارج دونك باش نضربوا ثلاثه صفر بحاجه واحده ان شاء الله.